فاسوين واش تعقل على اول بي سي ديالك؟ واه تعقل كان مكارفس نسيك. واول بي سي خديته بي سي فيكس ياك، وكنت صيت خديته عندك السيد ما خديتش فيه الكارونتي والو لا ما كاينش، ومع خديته ميم با شهر وخديته غالي، ميم با شهر خسر ليا وبغيت نردو لي، قال لي والله لا رديته لي، وكانت خاسره فيه كارت جرافيكس كندور بقيطان دبرت له واحد الفونتيلاتور. اي نعم هذا هادشي في 2013 بونس 2013 وخدم لك خدمتي فيه شي حاجه بانيش بيان قديت بيه الغراض. شنو اول لوجيسيال استعملتي؟ اول حاجه درتي على البي سي؟ اول لوجيسيال خدمت به المونتاج هو الموفي ميكر ديال اللي كيكون مع الويندوز. شحال تقيل هذاك؟ قديم سخفان ما فيه هذوك لي ترانزيسيون ديال المثلات وديال المربع كانوا كيعجبوني صراحه، وكنت كنمشي داكشي على حسب كنمشي سامبل كنبقى سامبل كنخدم داكشي سامبل. دابا انت مصطفى سوينكا جربتي بزاف ديال لي كونسيبت ديال لي سيناريو وديال الستيل ديال الفيديوهات على على انترنيت، وممكن نقولوا اللي نجح لك اكثر هو لا كابسول ديال اجي تفهم. كون ما نجحش الكونسيبت ديال اجي تفهم شنو كنتي غدير؟ كنت غنبقى نحاول تنجح هادشي كثر ندير، لانه هادشي كنديرو ماشي حيت كنديرو في الاول، انا بديتو انني حيت كيعجبني ماشي حيت كنديرو باش نصور به الفلوس ولا ينجح ليا، كيديرو حيت كيعجبني حيت كنلقى فيدات، الا ما درتوش كنتعصب يعني بيه كنرتاح فهمتي. دونك كنبقى ندير كندير، دونك انا باش كنرتاح كنخدم اجي تفهم، واخا ولا مؤخرا كيسخسخني ولكن واحد النوع ديال تحقيق الذات ديالي ابار الخدمه وداكشي. يعني كنت انا على باس كنت كنخدم في الريزون انفورماتيك اون ميم طون كنخدم مونتاج ونتعلم ونقرا وندير السيرك وداكشي، كيعجبني ندير هادشي اون ميم طون. هو كونسيبت غني ومفيد وفي نفس الوقت ترفيهي، لانه كتزيد واحد المصطلحات ديالك والطريقه ديال الالقاء ديالك ولا فوا اوف ديالك كتزيد واحد الجماليه اللي يخلي لي زانترنوت انهم يهتموا اكثر بداك الموضوع. وسؤالي لك مصطفى هو واش كتبقى عاقل على كاع دوك المعلومات اللي كتقولهم في ديك 10 دقائق ولا 15 دقيقه؟ عارفين ملي كيكون عندنا امتحان كنمشيو نوجدوا على قبل الامتحان، ولكن الهدف هو انه نعقلوا على كاع دوك المعلومات في حياتنا كامله. هو صراحه انا قبل نوجد الحلقه ماشي كنكتبها وانما تنفهمها، يعني غالبا ديك الهضره اللي كنقول كتكون خارجه نيشان، كنكون فاهم بلان مزيان، تنقول كندير واحد مع راسي كنريح، تنقول شنو نسبق شنو نقدم شنو نأخر باش يكون داك الشيء تقي مزير او ميم تيقول بزاف الحوايج، دونك فورسيمون كنفهم شنو كنقول، وكياخذ لي هذه العمليه كتاخذ لي الوقت بزاف، لان كنبقى نراجع واحد اربع شهور ثلاث شهور بحال كنقرا مثلا في المحروقات، تنقرا الدومين كامل البيع والشراء ديال داك الشيء، كنريح مع الناس زيكسبير كندير قهاوي معاهم حتى كنفهم مزيان، عاد باش نبدا نشرح للناس قبل ما نبدا ندير ندوز في الميكرو كنبدا نشرح، كنريح مع فلان ما فاهمش كنبدا نشرح.